كان تأخر هطول الأمطار في شرق رواندا نحو 3 أسابيع أمرا توقعه المزارعون. اليوم بادرت أوديت موكانكيكو الرئيسة السابقة لتعاونية الذرة إلى حث أعضاء التعاونية على الزرع، ويحدوها الأمل أن تنعم محاصيلهم بالمياه الكافية. في هذه المناطق الريفية ارتبطت الزراعة دوما بالمواسم، لكن مع الطقس المتقلب في هذه الفترة لم تعد الممارسات التقليدية ناجعة كما تقول أوديت. في حال لم تتخذ الإجراءات السريعة لمكافحة تغير المناخ، فإن كلفته السنوية على القطاع الزراعي للبلد ستصل إلى 300 مليون دولار بحلول سنة 2030. من هنا تضافرت الجهود التي يبذلها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومة رواندا للتخفيف من حدة الخسائر. تأتي هذه الجهود ضمن إطار برنامج التكيف مع تغير المناخ الذي ينفذه الصندوق ويستهدف صغار المزارعين. جان فيي كاساسيرا هو منسق المشروع. Farmers also they have the knowledge they know and they have some answers to different problems. What I need is that capacity to react on time before it is too late. للمساعدة في بناء هذه القدرات يجري حالياً تزويد التعاونيات الزراعية بالمرافق الحديثة التي تضمن تجفيف المحاصيل وتخزينها تخزيناً سليماً بغض النظر عن الطقس، وترتبط هذه المراكز كذلك بالأسواق وبالمحطات المعالجة حيث تنظف المحاصيل وتخزن وفق سبل علمية. يدرب المزارعون على الأعمال التجارية لكي يطلعوا بدورهم في السوق من خلال تقديم مواد غذائية عالية الجودة إلى الشركات العامة والخاصة على السواء. يقول أنسي غيمانا أن إنتاج الحليب تأثر بدوره. يشكل ارتفاع درجات الحرارة كذلك تحدياً لقطاع منتجات الحليب، فالحليب يفسد بعد ساعتين في حال لم يبرد، لذلك ينقل المزارعون إنتاجهم صباح كل يوم إلى مركز تخزين آمن. تساهم التعاونيات الزراعية في تأمين مدخول ثابت لأعضائها وفي إقراضهم المال خلال الفترات الصعبة. أوديت بدورها لمست تغييرا في حياتها. أعد هذا التقرير جون لافيتان للأمم المتحدة.